اليوم نحن في حلاقة زكريا الزرايقة، زكريا الشاب الذي كبر بسرعة، والله يحميه ووفقه مع بديعة اللي إن شاء الله متمنى لهم حياة حلوة وسعيدة. اليوم الحلاقة، أهل العريس قايمين بالاحتفال من أجل زكريا، وطبعا العروس عملت ليليتها وفرحت بالليلة. خليكي واقفة انت، عارفين فينا حلو هيك. زكريا الحلو الأمور، الله يهنيه ان شاء الله يا رب، بتفرحي بولاده يا ندى ويا حج عمر، وهيدي الحلوة ابتسام. كما نرى الاشكال اللذيذة اللي دايما متعودين عليها من آل الزريقة وندى حدارة، وطبعا كله هيدا من اجل زكزوكي زكريا الحلو. والله شفتي ما احلى بيوتيفول. اشربي عصير، شوفي ما اطيب هالعصير، جنن. يلا انا جاية هلا. مرحبا، كيفكم يا حجات؟ لاف يو، مبروك مبروك. انا حصور انو زكزوكي بيعز علي. يا زكزوكي يا زكزوكي، نحط موسيقى هنا. كما راينا طبعا الضيافة الجميلة المميزة، الكرم من آل الزريقة طبعا. اوه كمان، اوه شو هيدا، انا بحط حلقة هون. يلا فرجينا يا ابتسام بيري، الله يعطيهم العافية الكل اللي اشتغلوا مبسوطين بزاك. هيدا انا بياكل منه، ما بياكل الا من هيدا انا. يلا جوعتينا يا ابتسام، او بيوتيفول. انا حط موسيقى، لازم احكي شو ما بدي. اوه اتس بيوتيفول، ماذا نحن؟ والتبولة المشهور فيها اللبنانيين، خاصة واللحم العجين المميزة والديكوريشن المميز والحلويات الممتعة المميزة. هذا الديكور الجميل جدا في قاعة راجلين روت. بيحب العريس يلعن مريمة زوجه.
I'm gonna make it.
بتفرج على الحلال. يا ولد تعيش بنعم الله يا
ولنا تنغرب لبسرنا دلالي دلالي درش نفس الميزوان يلا عصافتكم يلا نسمين شرف على رأسة يلا يلا بيحب زكريا على رأسة عيني
Yeah.
هي سمونا السقف ده انا الاول الطاوله حطوني خلي اول يلا قطع الطاوله هشكيك يا حبيبي يلا يلا وقف اول الطاوله عشان نبلش يلا تفضل جيب صحن يلا تدعوتي على الكرسي هاي يا بيوتيفول اكل على شو عريسنا زين يتهنى اوي او عريسنا زين ولا احلى ايه الحمد لله شفنا عريس هيك عريس اوي عريسنا زين يتهنى Is that the new 22S Ultra? Like it? Yes. Thank you. Hi, Stassini. تسلم لي الضحكي تسلم لي يا زاك زاك شيخ الشباب thank you شفت ما اشتري صلعين عني مصورك ردش عراتك رد عراتك ردش عراتك راسي مخاتك شعراتي حتى عراتها خلي شعراتي لراسي مخدايا بدهن يعطوني
يلا ونزع في العروس الدنيا يا
يلا سمونا سقفي للعريس غوري إن شاء الله عبيل عسر يا رب وتصبحوا على الخير ونشوفكم إن شاء الله دايما بالأفراح عروسي عبال رائد ان شاء الله.